وي إيه بلو بلي لا بدي عم قرفي لا يا لا سبحان الله على سق الله من زمان يوم محلفة ويوم منصد أول بأول عين اليوم كيف عينه بالله كيفه يتباكى يتباكى حماره بدي مشل حطانه في الأرض لا إله إلا الله ما عد برجع سق الله زمان يعني الزمان الأول لصق الله الزمان الأول أيام معلفة أول بأول وأيام منصيد وأيام خضير وأيام محب وأيام محطنة وأيام مزومة عينه لنا والله يتباكى يشل معلفين بس ها عينه لك يفدي حارق خلاص تقول جمرة نار حمر 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 ورجع من الحين الآن يرمد ها سبحان الله العلي العظيم يعني معلفه ويعني كان زمان الحرص على بلد وعلم لان كان عيشتهم زمان اولا كان عيشتهم عن بلد اليوم قال لك بلب نجم اعملها بزلط وعلفها بزلط وارعاها بزلط واعطنها بزلط واحبطها بزلط وكلها بزلط امراتب اللي معايا صادقه نعم اليوم الله يسلم اليوم كلها خسارة فيها وما تجيب لك كلهم كسب إلا شلة زفة زفة جيب لك 150 إلا 250 ريال أهو قد خسرت فيها يجي 10,000 هذا اللي معه حاجة بسيطة عينه لو أنت تشالك منها عذقا خضير إذا أنت ما أنت يعني شغال بيدك كل شيء لا والله حتى ماني يقطف لك الا بزلط ويهب لك خضي انتون اللي رايتون بيعها من كا 5 عذقة وما ادري 10 عذقة ب20 ريال وب10 ريال هيا بالله هذه عادة خضارة ولا هذه عادة خود ولا علم ام هجف بينها هذا هجف تقول حمام بينه ينفش ام عذقة حتى خلت تقول كبوريا كلاب واحد حالق حلاقة كبوريا عينه ما شاء الله تبارك الله وبعدين ما لم يعمل كله زارع هذا عينه عاد حبه كله تمام ولا والله لو ما يعمل زارع كله ان اللي ينفش نفشه كله ما يبقى فيه حذق فالحمد لله هذه المره خير كثير المطر وقع في كل مكان وبخير في كل مكان وبخضر في كل مكان وبحبه في كل مكان وبزراعه في كل مكان هذه نعمه اسال الله ان يتمها علينا ويحفظها من الزوال أسأل الله أن يتم ما علينا ويحفظها من الزوال عينه أم طيور حتى معت تأكل من الفقعة قديها تلعب لعب في الأرض فهذا قدي خلاص هذا خلاص قدي شهير قال لي يقولون بكرة بختان حقه فهذا خلاص قدي حتى تقول جمر حمارها منتهي هذا موسم الذرة موسم الذرة في منطقة جازان هذا موسم الذرة في منطقة جازان وبالتحديد في قرية البديع والقرفي الآن الصورة هذه منقولة لكم من معمال البديع والقرفي أو صلب البديع والقرفي
الطريق الجديد الذي يذهب إلى حرج الضمد وإلى المحلة وإلى الواسط وإلى كل مكان من القرى شمال قرية البديع والقرفي. صورة معبرة بلا شك.